راس احنا اليوم بلد مستورد، بلد يدفع الاموال لشراء البضائع والمواد التجاريه والمواد الخام للكلينكر والمواد الصناعيه، واضافه لذلك ندفع جور اضافيه للدخول للجانب الايراني الشحن والتفريغ، واحنا اليوم مجردين من هاي الواردات. جاي اشوف معاناه السواق وجاي اشوف المعاناه اللي جاي يعانونها، والساحه موجوده يعني الساحه العراقيه جاهزه وكامله وساحه واسعه وكامل الخدمات فيها. الحكومه اليوم يعني تنظر نظره جاده بهذا الموضوع، يعني ماكو اي ايجابيه او اي جواب من هذا الموضوع. يعني انت جاي تشوف السواق جاي يعانون، عندهم مشاكل كثيره، ويعني الجانب الايراني بصراحه ما جاي يتعامل وياهم بالصوره الصحيحه. اخوان بالنسبه لنا جاي نعبر الجانب الايراني، لا خدمات للسائق، لا احترام للسائق، جاي السائق يصرف له 100,000 خاوات ياخذونها من عندنا، عينك عينك، احترام ماكو. تحاكي العامل يطفر على راسك، تحاكي بالساحة يطفر على راسك، الطب من الصبح لليل يلا تعبر، يلا يحملك، هاي شغلتهم، وجاي نحس بمعاناة، الطب بس تفتر وتطلع قصك 10,000، شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبنا يعني نشتغل للساحة الإيرانية؟ ساحة عندنا كبيرة وعبر المعاناة كلها، ليش؟ ما يصير هذا الحكي هيجي. أول شيء الخدمات بإيران متعبيننا كلش من جانبين. اول جانب ياخذوننا بيتونا بالساحات ملاتهم وياخذون من عندنا جبايه قوه عليك، وبينما الباب المنفذ العراقي مفتوح، السونار مفتوح، ساحات هاي الساحه وبقتها بذيش الساحه تشيل بعد حتى 2000 سياره. بس احاكيك بالنسبه للجهه الايرانيه تعبانين من عتها من الساحات، تعبانين من عتها من التعامل مالهم ويانا، اسلوبهم ويانا مو خوش.